عامله فقط علشان يجذب السياح يعني او بطريقه سياحيه، لا عامله بطريقه مختلفه ليس لها مثيل في مصر كلها. فعايزه اتكلم برضو عن فكره التصميم. حضرتك فكره التصميم نبعت ان كان مطلوب مني ان انا نبعت رساله سلام للعالم كله من خلال مدينه السلام شرم الشيخ. هذا المسجد حضرتك أكثر من تراث تم العمل به، فأنا عندي تراث كنائسي، عندي تراث عثماني، عندي فاطمي، عندي مملوكي، عندي قوطي، الهدف عندي هندي، الهدف من هذه النماذج المختلفة إن احنا بنحطها كلها في أيقونة واحدة، والهدف منها هي رسالة سلام بنبعتها للعالم من خلال مدينة السلام شرم الشيخ. طيب واحنا كده واقفين عايزين حضرتك برضو يعني تشرح للمشاهد الأجزاء المختلفة، يعني احنا عندنا مأذنة كبيرة، عندنا ثلاث أدوار، في مركز ثقافي إسلامي، في مكتبة دينية، حضرتك جمعت أكتر من ديانة، أكتر من حضارة، اشرح لنا كده يعني بالتفصيل عملت إيه؟ حضرتك بدء ذي بدء، أنا عندي الأرض حضرتك كانت على مساحة 3000 متر، وكان محاوط بقطعة الأرض مساكن وهناجر اليهودي من جميع الاتجاهات حضرتك، من الأربع اتجاهات، وكان فعلا منطقة تكاد تكون مزدحمة. الهدف حضرتك احنا طلعنا بأربع عمدان رئيسية في المسجد الرئيسي في الصحن الرئيسي. العمدان دي حضرتك بتشيل القبة الرئيسية اللي فوق اللي هي على ارتفاع 36 متر وبقطر 11 متر، وطلعة القبة دي مكسية بالنحاس المطروق حضرتك سمك 7 من 10 ملي حضرتك، وبعدين هذه القبة متشالة على اسطوانة بإزاز معشق، وكلها واخدة ستايلات مختلفة زي ما ذكرت لساعتك. الهدف من الستايلات مختلفة ان احنا بندي رؤية لكل الطرز، نظرا ان احنا في منطقة سياحية، احنا عايزين الشخص السائح اللي بيجي شرم الشيخ يعرف ان احنا عندنا تراث، يعرف ان كل الاثار دي اللي موجودة هيقدر يرجع بيها لأبر ايجيبت، هيقدر يروح اسوان، هيقدر يروح الاقصر، بدل ما بنديله خلفية موجزة عن تراثنا اللي موجود بطريقة حضارية. طبعا أنا عايز أذكر لحضرتك هذا الشغل قديم وليس قديم بمعنى كلمة قدم، احنا حبينا بقدر الإمكان نحن نقدم هذا الشغل ان احنا نخليه قديم، لدرجة ان احنا من أول لحظة حضرتك بتشوف ان الجامع ده معمول بأحجار ايا كانت الاحجار الكبيره اللي هي كانت بتعمل فيها المعابد وخلافه، دي مش احجار حضرتك، دي مجرد طوب احمر نظرا لان الطوب الاحمر غير هو اللي متواجد، وابتدينا ندي الطوب الاحمر ده اسمنت ونقطع الاسمنت ده بالحجاره اللي احنا عايزينها بالمقاسات المختلفه، وكنا اخترنا المقاس بتاع الحجر 30 في 50 سنتي عشان يدينا التكتشر ان هي حاجه قديمه، لكن هي فعلا اي بني ادم بيجي بيعرف ان ده شغل قديم وشغل كان على مستوى عالي. اللي برضو عايز أوضحه حضرتك كل الجهات المعنية وعلى رأسهم معالي الوزير المحافظ كان مشمر السواعد زي ما بيقولوا بالقميص، مشمر كمام وقاعد معانا متواصل في اليوم كامل عشان نقدر الحمد لله ينهي كل المشاكل بتاعتنا، سواء مشاكل مادية سواء أي مشاكل، الهدف منه إن احنا الحمد لله نوصل لهذا الإنتاج، والحمد لله إنتاج مشرف. عندنا جنسيات مختلفة بتيجي هنا تتصور، مختلف الجنسيات بيجوا يتصوروا عند مسجد الصحابة في كل الأوقات، مش فقط في أوقات الصلاة، في كل الأوقات المسجد مفتوح لمختلف الجنسيات، أي حد بيجي هنا بينبهر بتصميم المسجد. شفت ردود الفعل على التصميم إزاي؟ حضرتك بالنسبة للمعماري ما يقدرش يمجد في شغله، المعماري مهما عمل بيحس في الآخر إن هو لم يتم عمل الشيء كما يجب، يعني دايما حضرتك شايف إن ده يعني لم يتم عمله كما يجب. لو أنا شفتها بالرؤية المعمارية أنا شايف الأخطاء اللي تم الوقوع فيها، ولكن أخطاء غير مرئية للشخص العادي. لكن أنا عارف المهندسين بيحبوا يدقق، يعني عندهم كده لازم يدققوا في التفاصيل. يعني أنا كنت أتمنى طبعا إن أنا يكون عندي وقت أكتر، لان كان في لسه خطه تحويل المنطقه بالكامل السوق التجاري الى منطقه عربيه بحته، ولكن الحمد لله يعني الى هذا دي الخطه الجايه بقى، دي الخطه الجايه ان شاء الله. طب يعني هل في نيه ان حضرتك تعمل نفس الطراز ونفس التصميم ولكن في اماكن مختلفه؟ هو حضرتك احنا عاده وابدا ما ينفعش ان انا اكرر عمل، يعني اعتقد انا ده العمل الثاني
ليا في جنوب سيناء. العمل الاول كان جامع المصطفى حضرتك، ده اكبر، كان من سنه 2005، ده اكبر جامع هنا في الشرق، 2005 ل 2007 حضرتك، وده جامع على الطراز الفاطمي، بعيد كل البعد عن الطراز ده، يعني مختلفين شكلا ومضمونا، وله زائري وله سياح، ولو اصبح مزار حضرتك زي ما هنا برضو اصبح مزار على مستوى كل شركات السياحه، سواء جامع المصطفى او جامع الصحابه. انا بس عايز انوه حضرتك، يعني المنطقه هنا اللي احنا كنا واقفين كلها سعادتي كانت كلها هناجر، اللي هو هناجر اليهود سابتها في الثمانينات حضرتك لما استلمنا جنوب سيناء، زي الجزء الخلفي دوت، وكانت حجب الرؤيه أمر معالي الوزير المحافظ كل الجهات المعنية تم إزالة هذا المكان بالكامل، يعني المنطقة اللي قدامنا دي مساحتها 10,000 متر، تم إزالة كل الهناجر اللي موجود فيها عشان تحصل على نافورة مضيئة حضرتك بهذا الشكل، وتبقى فعلا منطقة مساحة تكفي الناس للتصوير وخلافه. هنروح مع المهندس فؤاد المأذنة سريعا، وهنشوف بقى الأجواء من هناك وإزاي تم تصميمها بهذا الشكل وبهذا التراث.